التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، والابداعات متجدده في مساء هذا اليوم بعدما انتهينا من اشواط المشتركات وذهبت الى مستحقيها. انطلق اول اشواط الصعوب، التحديات الاولى للصعوب، اول تدشين اسم في عالم الساحر، عالم سباقات الهجن، مباشره مع البدايه، مباشره مع المقدمه، مع صداره هذا المسار. هذه نهب محمد بن سيف الاغفلي ياتي على الصداره ويقدم شعاره بينما الوصول من خلال هملوله فالح بن سيف بن فالح الشامسي ياتي مع هملوله. المركز الثالث هذه الشاهينيه، احمد بن دويس الشامسي ياتي ويقدم الشاهينيه مع المركز الثالث. هذه النتيجه للثلاث المراكز الاولى المتقدمه، ولكن نعود مع الصداره، نعود مع البدايه. هذه هملوله، هذه هملوله هي من تنطلق على الصداره، على المقدمه، على صداره هذا الشوط، ولكن نهب، ولكن نهب قادمه. شوف الحضور من خلال تواجد مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ولكن الصراع ثنائي، المعركه ثنائيه. اول الاشواط التحديات الاولى المسائيه للصعوب من مسافه الكيلو والميتين، ولكن نهب، ولكن نهب على الصداره، نهب على المقدمه. محمد بن سيف الاغفلي ياتي على البدايه، ياتي على المقدمه، يقدم انطلاقه شعاره، ولكن بنشتيط قادم، ولكن خلاص. هذه نهب، هذه نهب تقدم الابداع، تقدم الامتاع على ارضيه هذا الميدان. اول الاشواط تهارينا والناموس، نبعثها لمالك نهب محمد بن سيف الاغفلي على التفوق المسائي في اول اشواط الصعوب. المركز الثاني هنا ايضا عند بن سيف، اذا صح هذا التعبير، يقدم انطلاقه شعار. المركز الثالث كانت مشاهدينا الاعزاء، المركز الثالث هملوله فالح بن سيف فالح الشامسي. هذه النتيجه، نهب هي من تحقق ناموس هذا الشوط. اول اشواط الصعوب، محمد بن سيف الاغفلي بتوقيت زمني مقداره دقيقه 52 ثانيه تانينا والناموس على تقديم هذه النوعيه لتنتصر في اول اشواط الصعوب.